بعد أن انطلقت اليوم الاثنين بقصر الأمم المتحدة في جنيف مباحثات الشأن السوري للجنة الدستورية في جولتها الثالثة، إلا أن فيروس كورونا كان عائقا لاستمرار تلك المباحثات، حيث أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص بسوريا عن إصابة 3 أعضاء من الوفد الحكومي بعد اختبارهم فور وصولهم لمقر الأمم المتحدة. But I think the important thing here is to recognize, of course, that we will be sitting in the same room and we'll be having discussions about working on the constitution of Syria. وانعقدت مباحثات اللجنة الدستورية السورية بمقر الأمم المتحدة في جنيف بعد توقف دام 9 أشهر، وعقدت الجلسة الأولى التي اتسمت بأجواء إيجابية تجاوزت الخلافات الشكلية بمناقشة مبادئ الدستور وتمديد الوقف الهش لإطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين، ولكن فيروس كورونا حال دون مواصلة مسيرة المباحثات. بدأت الجلسة اليوم بالوقت المحدد لها، وبدأ الدخول بجدول الأعمال الذي تم التوافق عليه، وكان هناك مداخلات إيجابية من قبل جميع الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية. وكان من المقرر عقد جلسة ثانية بعد استراحة قصيرة، ولكن ألغيت بسبب اكتشاف حالات كورونا ضمن الوفد الحكومي. غادرت الوفود مقر الأمم المتحدة للحجر الصحي، وتم اتخاذ تدابير فورية تتماشى مع البروتوكولات للتخفيف من أي مخاطر لفيروس كوفيد-19. ومن المتوقع أن يصدر مكتب المبعوث الأممي الخاص بسوريا بيانا بشأن مواصلة المباحثات. اختلاف الآراء وتصلب المواقف دائما ما يكون سببا في عرقلة مفاوضات الشأن السوري، ولكن هذه المرة فيروس كورونا كان السبب الحقيقي في تعطيل المفاوضات. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.